بهدف تمكين أيتام العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف 2014، وفي إطار توفير حياة كريمة لهم والمضي قدما في تحقيق آمالهم، أطلقت مؤسسة التعاون وصندوق قطر للتنمية وبمساهمة من بنك فلسطين وصندوق الحاج هاشم عطشوا برنامج وجد لدعم الأيتام بقيمة 15 مليون دولار. برنامج وجد هو برنامج لدعم أطفال قطاع غزة اللي نتج عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة سنة 2014. عدد هدول الأيتام تقريبا يفوق 2100 يتيم. بنك فلسطين كان من أول المشاركين في هذا البرنامج مع دولة قطر من خلال الصندوق وشريكنا الاستراتيجي مؤسسة التعاون. هذا جزء صغير من المسؤولية الاجتماعية لبنك فلسطين اللي احنا تعهدنا سابقا انه 5% من ارباح البنك تروح للمسؤولية الاجتماعية، فهذا جزء بسيط من مسؤوليتنا الاجتماعية لأيتام قطاع غزة تعاون الحرب الأخير. ويقدم البرنامج مجموعة من الخدمات للأيتام كتوفير كل مستلزمات التعليم والصحة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي وإنشاء مشاريع ريادية صغيرة مدرة للدخل لهم. لو لم يكن هذا التدخل فأنت ممكن تتصور إيش حياة هالأطفال بدون دعم مادي، بدون دعم للتعليم، بدون دعم للصحة والمستوى الغذائي وأيضا تعليمهم الجامعي. فالبرنامج يدعمهم منذ سن الولادة حتى يصبحوا 22 سنة، ويقدم رعاية شاملة في التعليم من مرحلة رياض الأطفال عبر المرحلة المدرسية عبر التعليم الجامعي، وأيضا يوفر لهم إمكانيات للحصول على وظائف لدعم أسرهم. 2108 أيتام من المتوقع أن يستفيدوا من البرنامج على مدار 22 عاما، حيث يطمح القائمون عليه إلى تغطية كاملة لنفقات البرنامج والتي تقدر بنحو 34 مليون دولار. لتلفزيون وطن، فارس المالكي.